أستاذ إدغار، المرشحون رؤساء السلطات المحلية العربية، الأعضاء في المجالس المحلية العربية في دائرة استهداف، في وضع لا يحسد عليه ولا أي مرشح أو رئيس لسلطة محلية. نتحدث عن شحف المتراكم في الموارد والميزانيات في السلطات المحلية العربية، جرائم ضد مرشحي الانتخابات المقبلة في تشرين أول أكتوبر المقبل، كذلك هناك يعني مخططات تدفع بها الحكومة الإسرائيلية لإلغاء أو تأجيل أو تعليق انتخابات السلطات المحلية العربية. كيف تنظر إلى هذا كله؟ هل تنظر إليه كمخطط للسيطرة على العمل البلدي في البلدات العربية؟ يعني الحقيقة في الماضي نحن واجهنا كمجتمع عربي ضرب لقياداتنا في البرلمان، قياداتنا الحزبية، قياداتنا في الحركات السياسية المختلفة. هذا ليس جديد. يعني كان في الماضي هناك يعني ادعاءات ضد حركات سياسية قائمة، ضد شرعية عمل أعضاء البرلمان. كانت المقولة أن أعضاء البرلمان لا يعطون انتباه ولا يهتمون بمشاكل مجتمعهم، إنها في مشاكل المجتمع الفلسطيني العام. وهذا كان أمر يدل على أن هناك مخطط من قبل السلطة والأحزاب الحاكمة بضرب شرعية هذه القيادة القطرية لمجتمعنا، وإبقاء مجتمعنا بدون قيادة. أيضا الهجوم يعني على لجنة المتابعة اللي لمسناه في السنة الأخيرة هو جزء من هذه السياسة، هو مرحلة من هذه السياسة. أخشى ما أخشى أنه أيضا ما يحصل لهم مع مرشحين ومع رؤساء السلطات المحلية وقياداته هو استمرار لنفس السياسة اللي هدفها أن تبقي المواطن العربي الفلسطيني داخل قرانا ومدننا بدون قيادة لا قطرية ولا محلية. وهون خطورة الأمر، أن تحول هذا المواطن لمواطن متعلق بشكل مباشر في الدولة ومؤسساتها وليس في قياداته المحلية أو قيادات القطرية، وهذا يفكك وجودنا كشعب كمجتمع له خصوصيته وله علاقته مع بعضه. وهذا ما نرى على أرض الواقع. يعني لا يعقل أنه الحكومة تضعف القيادات المحلية، تضعف السلطات المحلية في ذروة أزمة العنف المستشري. العنف يضرب مواطنينا، ولكن أيضا يضرب منتخبي الجمهور، يضرب المرشحين. كل مواطن طبعا غالي علينا جميعا، كما قلنا كل مواطن وحياته لا تقدر بالثمن، وكل خسارة أو جرح لأي مواطن هو خسارة فادحة وكبيرة لمجتمعنا. ولكن أيضا التهجم وإطلاق النار ومحاولة منع مرشحين من الترشح هو ضرب لقياداتنا.